بودكاست قصة غنية. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. قصة غنية لليوم عن وحدة أو أكثر من وحدة من الأغاني اللي قدمهم الموسيقار فريد الأطرش، وكانت بطلتهم الملكة ناريمان. غنى الفنان فريد الأطرش بحفل زفاف الملك فاروق والملكة ناريمان، وما كان بيعرف إنه رح يوقع بحب الملكة بيوم من الأيام. وبعد اندلاع أحداث ثورة 1952 سافر الزوجين الملكيان للخارج، ولكن الملكة ناريمان ما قدرت تتحمل الوضع بالمنفى وحصلت على الطلاق من الملك فاروق ورجعت لمصر. وبعد رجعتها اعتاد فريد الأطرش الذهاب إلى قصرة للغناء بالحفلات اللي كانت تقيمها، ووقع بغرامة بكل ما للكلمة من معنى، ولكنه ما خبر حقيقة مشاعره لناريمان، ولكن عبر بأغنية نورة نورة يا نورة، وهو اسم الدلع للملكة ناريمان، عن إعجابه الأول. واستمر فريد الأطرش بحبه بدون مصارحة للملكة ناريمان بحسب صحيفة الحياة، ولكن كان بيعرف إنه معجب فيه وإنه مطربها المفضل، حتى إنه غني له أغنية جميل جمال. وبهالأثناء كانت الصحف المصرية عم تنشر أخبار عن وجود علاقة بين ناريمان وفريد الأطرش. وبيقول الكثير من المقربين لفريد الأطرش إنه كان ناوي يتقدم للملكة ناريمان ويطلب إيدها، ولكنه فوجئ بوالدة حبيبته اللي هي السيدة أصيلة تنفي وجود علاقة بين بنتها وفريد الأطرش، وبكلام مسيء جدا قالت إنه أساء استغلال علاقته مع العائلة، حيث إنه من أصول عريقة ومش ممكن لبنتها الزواج من مطرب. وبالفعل انتهى الأمر وما حدث ارتباط بين الطرفين، ولكن ظلت هالعلاقة والحب غصة من غصات قلب فريد الأطرش. بودكاست قصة غنية.